السلام عليكم، صباح الخير. اليوم راح ندير لكم بيتزا كاري بالسميد. عجينة تجي شابة بزاف، تجي مقرمشة. ان شاء الله تعجبكم. نبداو في الوصفة. عندنا المقادير، مقادير بسيطة سهلة. عندنا 100 غرام تاع سميد، عندنا 200 غرام تاع فارينة، مغرف كبيرة تاع لحظة الحليب بودغ، ومغرف صغيرة تاع ملح. عندنا 5 مغارف زيت، وعندنا مغرف صغيرة تاع خميرة، مغرف صغيرة تاع سكر. دوك واش نديرو؟ نخلطو السميد والفارينة. هنا نديرو الفارينة، نزيدو فوقها السميد. هادي دير لكم قيس ان بلاطو تاع الفوغ، دير لكم خبزة وحدة تاع الفوغ، نزيدو عليها الحنة، نزيدو الملح، الخميرة. دوك نديروها في شوية ما دافي باش نحلوها شوية. دوك نخلطو هادو لي زانغغيديون سيك، النواشف، نخلطوهم مع بعضهم. فوالا الخميرة درناها في شوية ما باش تحلل. دوك نديرو الزيت، ونديرو الخميرة، نديرو الماء. دوك انا نستعمل يدي. نزيد شوية، هكذا حتى نلمو كامل لاباط. دوكا لاباط تاعنا شوفو كيفاش لمتها، هاي تجي مطرية ما يابسة. واش ندير؟ ندلكها شوية بهاد الطريقة باسكو فيها السميد، لازم تندلك شوية. فوالا هكذا هكذا، لازم تخدميها لاباط شوية باش تجيك مليحة. هادو اللي يحبوا السميد، واللي يحبوا الفارينة ما يديروش السميد، يديروا غير الفارينة وحدها بنفس المقادير. في اوليو اللي يديروا 200 غرام تاع فارينة يديروا 300 غرام. دوك ندلكها، نخدمها مليح بوندون واحد 3 مينوت ولا، ونديرها تخمر. لاباط تاعنا راهي وجدت، شوفوا كش راهي تتبدل لا كولور ديالها، تكون شويه صفراء من بعد تولي بيضاء، تبيض شويه هكذا. دوكا نخلوها تخمن، نغطوها بال، نديروا عليها شويه زيت. هنايا نديروا عليها شويه زيت هكذا، ونحطوها في السيلوفان ونخلوها تخمر بعد نص ساعه هكذا حتى تضاعف الحجم ديالها. دوك نوجدوا لاصوص طوماط لهاد الكميه تاع العجينه. هاي ديك العجينه تاعي، شوفوا راهي تخمر بيد ما هي تخمر. حنا نوجدوا لاصوص، عندنا 3 حبات طوماطيش، عندنا مغرف كبيره تاع طوماط كونسونطري، عندنا زوج سنينات ثوم. كاين لاصوص اللي يديروا لها حبيبه بصل، انا جو بريفير نديرها هكذايا. دوك على حسب كل وحده والذوق ديالها. دوك الطوماطيش هادي ما نرحيهاش، ماشي كيما البيتزا تاع ايطاليان، هادي بيتزا كاري جزائريه. نقطعوها مربعات صغار، الثوم سكرفجوه، ونديرو طوماطيش، ومن بعد كنديروها طيب. نديروها طيب واحد 15 مينوت، ما طولش هي الطوماطيش في الطياب بعدا الا كانت من نوعيه مليحه. ونديرو شويه زيت، شويه ملح، شويه فلفل الكحل، ولا حبيتو شويه عكري على البنه ولا لاكولا. هنا لاصوص تاعنا، راني الطوماطيش راني قطعتها. فوالا راني درت كلش لي زانغريديون، الملح، مغرفه ملح، نص مغرفه تاع ميم با، ربع تاع فلفل الكحل، ونص تاع عكري، وزعتره. الزعتره هي الصح، انا نسيت ما قلتها لكمش في الاول، ديروا زعتره باش تطلق لنا هذيك الريحه ديالها تاع فريمون تجي بنينه. والزيت نديروا 3 مغارف زيت. دوكا نحطوها فوق النار ونخلوها تطيب.
خمرت لاباط، شوفوا كيفاش طلعت. فوالا تخلوها هكا تخمر، هي قد ما تريح مليح ليها. لاصوص تاعي طابت، سي بون. شوف كي جات ملبيه وجات شابه. نوجدو الزيتون ونحلها بسميد باش تجي مقرمشه من تحتها. دوك نبداو نحلو لاباط، نحولها من السيلوفان. ديراكتومون نحطوها هكذا. البلاطو ديالي راني وجدتو، درت فيه شويه زيت، دهنوه بشويه زيت وخلوه دكوتي بيد ما نحلو لاباط ديالنا. بعد ما حليت لاباط ديالي فوالا، قست قس سنيوة، نحل نبدوها هكذا فوالا باش تجيكم ساهلة. تبدوها على الحلال خير فوالا وترونيوها، ومن بعد تسقموها، تسقموها على السنيوة ديالكم. وإلا جات شوية كبيرة تعاودي تجبديها للور وتسقميها هكذا. مادابيك لاصوص الطوماط ما تكونش سخونة، ديريها فوق العجينة هكذايا فوالا. دوكا نديرو لاصوص طوماط. السنيوة هادي الميزوغ تاعها 27 العرض و 37 طول. دير هاي لاباط اللي درناها، درنا هاد لاكونتيتي. والفوق خلوه يسخن، لازم الفور يكون سخون. توجدوه كي تكونوا قبل ما تبداو تحلوا لاباط ديروا الفور يسخن. دوكا ندير لاصوص طوماط. فوالا كاين اللي يحبوها معمره لاصوص طوماط من الفوق، وكاين اللي يحبوا شويه شويه. انا نديرها لكم نورمال، ما هي معمره ما هي ناشفه. فوالا ديروا كامل لاصوص هاني درتها. شوفوا لا كونتيتي تاع الطوماط اللي درتها جات سوا سوا مع السنيوه هذيا. دوك انا نديرها نطيب بلا زيتون باش الزيتون نخيف النار يتكمش. الوغ نديروها طيب بلا زيتون، انا هكذا الطريقه ديالي، وكل وحده كيفاش تحب. دوك الزيتون نخلوه دو كوتي، نديرو لا بيتزا تاعنا طيب. كي طيب نديرو هذوك الزيتونات ونديرو شويه معدنوس وتشوفوها في صحن التقديم. فوالا البيتزا تاعنا راهي طابت، شوفوا بيان راهي هايله. واش نديرو من بالزعتره تحكي هكا بين يديك وتنتري هكذا فوق لابيتزا مادام ما سخونه. فريمون لازم تحكيه مليح هكذايا، تحكيه باش تخرج كامل هذيك الريحه تاع الزعتره. هايله. دوكا واش نديرو الزيتون. الزيتون كي نحطوه يبقى حي كي نحطوه بعد الطياب، بصح كون نحطوه قبل الطياب كيما العاده يتكماش ويمشي شباب. ما الدراري ما يولوش يعني ما يحبوش ما يعجبهمش. فوالا ونديرو شويه معدنوس هكذا غير شويه شويه، ونديرو شويه زيت زيتون. فوالا هادي هي. ودوكا نقطعوها هكذا، ودوكا نوريكم كيفاش جات. هايديك شوفوا لاباط شحال شابة، فريمون هايلة. دوك ندوقها ونقولكم. فريمون والله جات روعه روعه. ان شاء الله تكون عجبتكم لا ريسيت هذه، وما تنساوش ابوني ولايكي وبارطاجي لا فيديو تاعي. ان شاء الله مازالوا دي ريسيت ومازالوا دوت سوربريز ان شاء الله. هيا سلام، بون ابيتي.